coming Rome it's coming مش Rome home يعني. دلوقتي it's coming home versus it's coming Rome يعني. ده لو انجلترا ما عملتهاش بكره يعني والدنمارك راحت مطلعه. لازم نفكر كل الناس اللي بتتفرج علينا انه الاساتذه الاثنين توقعوا بلجيكا مش اسبانيا هي اللي تتاهل على حساب ايطاليا. لازم بس نفكر الناس علشان الشيء بالشيء يذكر يعني. حصل. وامير عبد الحليم امير ازيك؟ يا اخي علشان كده الواحد بيبقى عايز ايطاليا. يعني بص انا النهارده بشجع ايطاليا بس عمال افكر يا رب يعني هامل محمود النهارده مش كنا طلعنا بكره ولا بعد. بس ممكن بقى اقول جمله في الموضوع ده جمله بجد يعني. معايا ومعاك ومع امير ومع تامر بدوي ومع مجموعه من الناس اللي هي شافت الكره الاوروبيه على مدار سنين يعني يقول لك يا عم هو يعني من بقيه اهلك ايطاليا ايه اللي انت عمال تشجعها وانجلترا ايه وتشيلسي ايه وريال مدريد ايه والمانيا ايه وهكذا. والحقيقه انا يعني عايز اسال هو موضوع النادي يختلف عن المنتخب؟ يعني مثلا انا مش من حقي ان انا كواحد بيتفرج على كوره ان انا اشجع منتخب ايطاليا في الكوره. ده سؤال منطقي جدا. بحس بقى انه الناس بتاخد الموضوع بدافع وطني انه لا انت لازم تشجع منتخب مصر فقط لا غير ولا يجوز انك تشجع اي منتخب تاني. على اعتبار ان نفس البني ادم لما بيروح للتشامبيونز ليج ويشجع مثلا ريال مدريد او اي مكان تاني بيعتبر ان ده مباح. النادي تمام لكن منتخب البلد لا. يعني فهنا لازم نقول ان المساله في الكوره طالما ان المساله كرة. في الكوره انترتينمنت بالظبط. فلما اقول كسبنا بعد ماتش ايطاليا عادي جدا ان انا اقول كسبنا النهارده. لا وازيدك يعني من شعر بيت انه في ناس اللي بيقول لك نفسهم انت يعني مولود في ايطاليا عشان تشجع ايطاليا يجي في ماتشات منتخب مصر يقول لك انا ما بقتش اشجع اصلا مصر بقيت اشجع يا اهلي يا زمالك. بالظبط كده. هو يا ما انت ويا رب اللعيبه دي ما تروحش علشان عندنا ماتش بعد المنتخب. انا بشوف بصراحه ان هي يعني ليها وجهه نظر او ليها تفسير. ليها تفسير ان احنا كجيلنا بما اننا كلنا متقاربين في السن واحنا صغيرين كانت الكوره بتاعت المنتخبات دي كانت مميزه صح جدا صح وكانت ذات قيمه كبيره. فاحنا كنا احيانا بنتعلق بمنتخب بيأدي بشكل كويس زي مثلا وانا فاكر وانا صغير ان اللي كانوا الاكبر مننا كلهم بيحبوا الارجنتين والبرازيل كلهم كانوا يا اما ارجنتين يا اما برازيل بسبب طبعا صح تاريخ برازيل صح في فتره الستينات والسبعينات والثمانينات وهكذا. وبعد كده طبعا منتخب ايطاليا كان بيحظى بنسبه كبيره جدا من المشجعين اللي برضو كان اكبر مننا في السن. احنا يمكن اللي كانوا في سننا واحنا اطفال اتعلقوا كتير قوي بمنتخب فرنسا بسبب زيدان وبسبب ان هم شافوا كاس العالم 98. عمري ما اتعلقت بفرنسا بالمناسبه يعني لانك جبت سيره بس في ناس كتير اتعلقت بفرنسا في ناس كتير قوي اتعلقت بالبرتغال بسبب لويس فيجو وبسبب البرتغال في يورو 96 وبسبب الاداء اللي كانوا دايما بيقدموه وسوء حظهم. انا فاكر على سبيل المثال لما البرتغال خسرت نهائي يورو 2004 ناس كتيره في مصر كانت زعلانه ولما خرجوا من مجموعات كاس العالم 2002 ناس كتيره كانت زعلانه كان في زعل حقيقي زي ما انا شفت برضو زعل كتير قوي على منتخب ايطاليا لما خسر من فرنسا في يورو 2000 صح. انا بالنسبه لي مثلا ده قهره مش زعل. انا بالظبط زعلت قوي لتولدو تحديدا طبعا. كلنا كنا متعلقين وقتها بتولدو لان ما كانش في دماغنا ان تولدو هيعمل البطوله دي كلها والناس كلها اتعلقت بيه. انا اول تيشرت لمنتخب جالي كان وانا صغير كان تيشرت منتخب انجلترا فمن وقتها وانا بشجع منتخب انجلترا. الموضوع ملوش علاقه دي خناقه دلوقتي هنختم بالحته دي. لكن هو على اي حال مفيش حد يعني اصلا في الكوره لازم يبرر هو بيشجع ليه مين تمام. بس هي برضو كنوع من المناوشات حد يقول لك انت مولود في مش عارف ايه وانت من حواري لندن عشان تشجع تشيلسي وانت يعني مولود جنب سانتياغو برنابيو فالقصه. بس مفيش حد اصلا مضطر ان هو يبرر هو بيشجع مين كده. ليه طبعا الموضوع فني يعني انت مثلا سمعت ان كل واحد عنده ذكرى بتخليه يرتبط بحد ممكن تكون مش منطقيه لكل اللي بيسمعك لكن هي منطقيه جدا ليك فانت مش مضطر بالظبط كده حب اي حاجه بدون سبب بالظبط. طيب مبروك حبيبي.